والقائد ديالهم الحموشي وقائد الدرك الملكي تحياتي ليهم. مع ديال بوسكورة العامل ديال اقليم نواصر خاصو تدخل عاجل في هذه المهزله الخطيره اللي كتشكل خطر على الساكنه. الله الوطن الملك، تحيه خاك الملكي المغربي والام الملك، تحيه للقائده ديال رمل الهلال واعوان السلطه ديال رمل الهلال اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير واخا الناس كيدوا فيهم خايب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء مع هذا المواطن اللي كيصرح بان كاين واحد الخطر تيشكل قنطره جماعه بوسكوره طريق الرمل مهدده بالانهيار وتيطلب بالسلامه ديال باش تدخل عاجل من المسؤولين ديال ديك المنطقه لانه جاي باللسان ديالو تيقول لك راه الخطر تيهدد المواطنين وديك القنطره راه تقدر تنزل. الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت الشعار الله الوطن الملك، تحية خاك الملك المغربي والأمن الوطني المغربي والقائد ديالهم الحموشي وقائد الدرك الملكي تحياتي ليهم اللي كيبذلوا هذه المجهودات الجبارة ودائما كتكلم انا تحت شعار الله الوطن الملك. تحيه للقائده ديال رمل الهلال واعوان السلطه ديال رمل الهلال اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير واخا الناس كيدوا فيهم خايب، هاد الناس اللي خدامين. اما القياده الفوق اخويا والجماعه ديال بوسكوره العامل ديال اقليم نواصر خاصو تدخل عاجل في هذه المهزله الخطيره اللي كتشكل خطر على الساكنه وعلى الماره. وكاين ممر ديال السكاك الاحاديديه وديك القنطره خويا خطر على المجتمع، ما كندويش اي واحد جا يحضي من ديك القنطره اللي تبنات اخويا منذ شي 8. هاد القنطره ما فيهاش طريق، ما فيهاش الاناره، ما حدا لا طوار والزبل. ديك المنطقه كامله ديال بوسكوره او المغرب عامه راه خطر عليكم. هاد المنطقه اللي كتواجد بالمنطقه ديال رمل الهلال الطريق اللي كدي سيدي معروف، هاد الناس ديال هذيك المنطقه قال لي دوي لينا على هاد القنطره. الله يرحم لك الوالدين، كندوي على كل شيء. محمد الجن ما كيخاف من حتى واحد. علاش؟ راه خطر عليكم، راه لا راه بديك القنطره وهي غادا تريب. واش عرفتي غادي تريب؟ غادا تريب اخويا والله تتريب. علاش؟ حط فوق منا ممر السكاك الحديديه وهي بدات كترشى وتجي تطلب العين المجرده. صورناها البارح والبارح مع شي ناس ديال الصحافات الله يرحم لهم الوالدين، داروا وحدين معايا البارح اخويا وبيا كيصعبوني كنكذب عليهم. جي شوف اخويا بعينيك بعين المجرده، ماشي انا نجي عندك الاداره تقول لي يا اختنا لا سير غيلحقوا لك. ما جا عندي حتى واحد، انا ما كنكذبش عليكم. الناس كانوا واقفين كيتسناو فيكم باش تجيو. راه كيكذب علينا، انا ما كنكذب على حتى واحد. سير شوف بالعين المجرده وتصور داك الشيء وتلاح مع واحد الجريده الله يرحم ليه الوالدين المولاه اللي كيتضامن مع الدراوج. لا ما غنجبش ما غنجبش، عارف اخويا وصلنا عارف. واخويا هذيك كتشكل خطر قلت لك على الماره وعلى الحديد وكيدوزوا تحت منا رموكات وهي جات في الدوره اخويا. ما كاينش شي تدخل عاجل. علاش بغينا تريب كامله ويعاودوها من ازيرو وتولي قنطره في البلاد ديال الثروات البريه والبحريه اللي كاين فيها القائد الاعلى جلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي كيصيفط ميزانيات لدوك الجماعات ديال المغرب وما خدامينش. هاد الناس ديال الجماعات راه ما خدامينش في المروكو، وحدين اللي ضاربين هنا العذاب هما رجال الشرطه والاعوان ديال السلطه والقوات المساعده والدرك الملكي المغربي كامل. تحياتي لهم دائما تحت الشعار الله. فين هي الميزانيه اللي كيصيفط لكم الملك الجماعه ديال بوسكوره والجماعات كاملين ديال المغرب؟ راه حشومه عليكم هذا الشيء اللي درتوه في هذا المروك. وهذا حنا في بلاد الثروات، حنا في بلاد الامن، حنا في بلاد الامان، حنا ماشي في بلاد الغداره القتاله. حشومه عليكم. الى المطالب اخويا يجيو عاودوا لينا هاد القنطره. هاد القنطره اخويا راه فات الشهادي كتعمر بالماء، المساجد واكلين الدق،
الروضات واكلين الدق بوسكورة كاملة أو المغرب عامة. الناس ما لقات حتى شي حاجة، لا فرص الشغل لا حتى شي حاجة في هذا المروكو اللي حنا كندوو عليه دائما. ما كاينش شي تدخل ديال هاد المسؤولين، ماشي داو ديروا في الجماعات 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 الانتخابات كتعيطوا على دوك الناس الدراري اللي مساكن تاقوا فيكم. إلى مهم صافي سكتوا، انت بغيتي القنطره. المهم اخويا بغيت القنطره تصايب في اقرب وقت، الله يرحم ليكم الوالدين. راه كاين تما ممر السكاك الحديديه، واش دابا لا ضرب لينا شي واحد ترانا اش غنديروا لي كما طرا ديك النهار؟ والقنطره حدانا اخويا، راه حيت انا ود بوسكوره قديم ماشي انا. راه المار قال لك جي دوي علينا، الناس راه بغات البارح دوي في واحد اللايف، الناس ما جاوش خواو بيهم. راه حشومه عليكم هادشي اللي درتو بعدا نتوما البارح. انت مريحه تما وكديت كتبي على عباد الله، الله يرحم. لا ما نجبتش انا عارف اخويا اش كنقول. خويا حنا بغينا شي تدخل اليوم ولا غدا يجيو يبداو تما، الله يرحم ليهم الوالدين. لم يكتبوا في الوعود الانتخابيه الكاذبه، هاد الوعود راه كاذبه عندكم نتوما منافقين كذابه. لعنه الله عليكم من هذا المنبر، كنحيي منبر معاكم، الله يرحم ليهم الوالدين.